إذاعة صوت العرب من أمريكا تقدم لكم موسوعة رمضانية الموسوعة الرمضانية الإعداد مجدي فكري التقديم مروى مقبول يأتيكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية قراءة القرآن في شهر رمضان الكريم شهر رمضان هو شهر القرآن ولذلك فمن أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله في هذا الشهر الكريم بعد الصلاة والصوم هي قراءة القرآن ولذلك يحرص الصائمون على قراءة القرآن بشكل يومي فمنهم من يقرأ جزء واحد ومنهم من يقرأ جزئين أو ثلاثة كل حسب مقدرته ويتنافس الصائمون في ختم القرآن خلال شهر رمضان فمنهم من يختم القرآن مرة ومنهم من يختمه مرتين أو ثلاث أو أكثر والارتباط بين شهر رمضان والقرآن الكريم ارتباط وثيق ففي أيامه المباركة ولياليه الجليلة نزل الروح الأمين بالقرآن العظيم ليكون هدى للناس وفرقانا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان في شهر رمضان الكريم شهر الصيام والقيام خصوصية بالقرآن فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم هدى للناس ولا شك أن قراءة القرآن في رمضان هي من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظبون على قراءة القرآن ويجتهدون في قراءته في رمضان وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم أي أن القرآن يشفع لك بالطاعة والإيمان ويقول القرآن يا ربي إني حرمته النوم فشفعني فيه ولا يزال كذلك حتى يشفع فيه وفي الحديث الشريف يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ولهذا ينبغي على المسلم في هذا الشهر الكريم أن يغتنم أوقاته ويكثر فيه من تلاوة القرآن لأن لكثرة القراءة فيه ميزة خاصة فقد كان جبريل عليه السلام يعارض النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في رمضان كل سنة مرة فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه مرتين منظمة الحياة للإغاثة والتنمية تبعث للجالية الكريمة بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتتمنى أن يعم السلام والأمن في كل بقاع الأرض إن القلوب الرحيمة تستغل فرصة هذا الشهر الكريم لتتوسع بالإنفاق على المحتاجين والفقراء وتبدأ بالأهل والجيران وأبناء الحارة والوطن وتمتد إلى آفاق واسعة لتشمل العالم كله تبرعك بمبلغ 75 دولار يوفر سلة غذائية متكاملة لعائلة محتاجة على مدى أسبوعين أو 150 دولار لعائلة على مدى شهر واحد منظمة الحياة تتعهد بإيصال تبرعاتكم المعفية من الضرائب وتتلقى تبرعاتكم طوال أيام الشهر الفضيل من الساعة 10 صباحا ولغاية الساعة 10 ليلا يوميا على هاتف 1-800-827-3543 That's 1-800-827-3543 رمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير إن العناية بالقرآن قراءة وحفظا تعلما وتعليما مدارسة ومذاكرة تدبرا وتفهما عناية وتطبيقا إن ذلك كله لمن سمات الأخيار وعلامات الأبرار وكلما ازدادت الأمة وازداد المسلمون تمسكا بكتاب الله وعناية به ومحافظة عليه تعلما وتعليما زادت فيهم الخيرية ونما فيهم الفضل وكثر فيهم الخير روى البخاري في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه
وكان المسلمون الأوائل يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها، وتزيد عنايتهم به في هذا الشهر الكريم. ومن فضائل قراءة القرآن ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الموسوعة الرمضانية، الإعداد مجدي فكري، التقديم مروى مقبول. يأتيكم هذا البرنامج برعاية مؤسسة الحياة للإغاثة والتنمية.